أهلا أهلا وأخيرا بيبي، وأخيرا أخيرا وأخيرا هيدا برافو أول عليك. ظهور مباشر، إيه فينا نقول أو لا. تفضل مسيو. وي أول أهلا ظهور. وسهلا فيكي، نورتينا. نحن بدنا نجرب نسجل نحن وعم نحكي هيدا اللايف، هيدي أول مرة منكون إنستغرام. بداية خليني انتهز الفرصة لعرف عن أنفسنا، الناس بيعرفونا بيتابعوا ألو ليما، اللي بتتابعوها بتسمعوا صوتها هي معكم هلأ بهيدا اللايف، هي الزميلة ليما الملا، ومعكم عبد الله بعلبكي، بعتقد بصرتوا بتعرفونا. ليما نحن حنبلش بهيدا اللايف وعم نرحب بكل الناس اللي عم ينضموا لإلنا تباعا. شو أهمية ظهورنا اليوم بالبداية؟ يعني نحن بهيدا الظهور عم نقول للناس نحن حنصير اقرب لكم، حنتداول القضايا الفنيه بطريقه مختلفه باكثر من لايف، مش بس عبر حلقات البرامج. شو حابين نقول؟ هلا ماما اول شيء ليلى بدي بس صارت معنا كمان، ماما تحياتنا. لا اهلا. فشوف انا راح اقول لك انه هلا العالم بحبوا اكثر الصوره من الكلمه، وبحبوا الصوره اكثر من الصوت، بفضلوا دائما يشوفوا الصور حتى لو الصوره ما فيها كلمه بحبوها اكثر. فنحن عملنا كثير اشياء وكتير تجارب لحتى نشوف الناس شو بتحب أكتر. لقينا إنه الناس بتحب الأشخاص يكونوا موجودين معهم ويتفاعلوا مع الأشخاص. فهيدي واحدة من التجارب اللي نحن عم نعملها ولنشوف الإقبال. نعم. هلا بداية كان في عنا من سوريا، من العراق تعليقات، ومن لبنان يعني عم بيبعتوا لنا، عم بيمسوا علينا بالخير ونحن بنمسي عليهم بالخير. أكيد في مقطع حقيقة أنا كنت مقرر إنه أعمل فيديو عنه ورح فاجئك فيه هلا أنا الله وياه، لأنه ما كنا حكيين فيه من قبل. في وحدة عم بتحاول تقلد دكتور فود، يعني هي مسمية حالها فود بلوجر، يا وراحت على عربي ايه بلبنان، بعتقد اسمها وفاء، هي ايه راحت على عربي ووحدة امرأة مكافحة، يعني بتعمل فول، بتعمل ترمس، بتعمل عرانيس، فاجت عم بتطعميها وهي عم بتصور، فبلشت تاكل، صارت تقول الترمس مش طيبين، العرانيس بدهم وقت ليستووا، الفول كمان ما بيستووا بالمرة. فالمرة حست بالإحراج، قالت لها طيب خلص إنه شو بدك، يعني برجع بعطيكي صحن تاني. لا قالت لها لا ما بقى بدي شيء، زتت المصاري على العربي وفلت. تخيلي بقى، زتت المصاري، قالت لها خدي، قالت لها لا أنا ما بدي المصاري خديهم، قالت لها لا لا خلص خدي وفلت. فهيدا المقطع صار ترند طب اليوم، وفي عدد هل هو كبير من كان الناس شيء هاجموها. هل إيه هو شيء تمثيلي أو كان شيء حقيقي؟ بعده مش معروف، بس الناس عم تتعامل مع هيدا الفيديو على انه فيديو حقيقي. طبيعة أي الشعوب العربية بتعرف تتعاطف دائما مع الشخص المظلوم او الشخص اللي تعرض للاهانة، فقاعدين عم يشموها لإلها، لوفاء اللي كانت حاطة هيدا العربي وقاعدة وعم تعمل. انا كان بدي اسالك عن هيدا الموضوع، كيف بتحللي وليه فعليا اذا هي حابه تصير ترند؟ يعني هي عملت، خليني اقول، هيدا الفيديو كله كرمال تنشطم وتجيب مشاهدات وتصير ترند، المشاهدين خلوها تصير ترند، يعني هي اليوم ترند رقم واحد بلبنان. وقلت لك انا كنت عم فكر اعمل فيديو عنها، رجعت قلت لا، انه نحن لا يجب علينا ان نجعل من الحمقى مشاهير، رجعت قلت لا يعني لازم اعمل لانه ترند، فكتير ضعت بهذا الموضوع. كيف ممكن انت بخبرتك وبما انك انت يعني المسؤوله الاولى على منصه كواليس، كيف ممكن تعطينا الخلطه السحريه الاهم والاسلم لنقدم هيك ماده؟ طيب هلا قدامك، هلا الوحده مره عم بتبيع الاغراض مظبوط، يا ريت واجت انا بقدر على التليفون الثاني واجت اطلع الفيديو. اي واجت وحده عم تشتري منها والبضاعه ما عجبتها، هيدا هو اللي صار، صحيح، فرجعت لها اياهم مظبوط بطريقة يعني بطريقه فيها مش اشمئزاز حلوه، وتعالي، وزتت المصاري وزتت لها بالتلف. المصاري. مية اللي صور الفيديو هو شخص له علاقة بالمرأة نعم اللي اسمها ايه وفاء. مية اوكي، بالمية هيدا بيعني
أنا حسب خبرتي وحسب ما عم شوف، أول شيء هو لحتى تكسب تعاطف إنه هيدي المرأة يجيبوا لها ناس أكثر ويتعاطفوا معها يشتروا منها وتصير ترند فعلا، وعربيتها اللي عم بتبيع منها إنه تصير العالم تجي، نوع من أنواع التسويق المبطن، هيدي وحدة. نعم الشيء الثاني هي وفاء نفسها، بدها تعمل ترند لنفسها حتى العالم تعرفها ويصير عندها فولوورز وتبلش تنشهر شوي شوي. بس أنا حسب المنظر اللي بشوفه أكثر هو عبارة عن نوع من الاتفاق لتسويق سلع معينة بطريقة مش حلوة، وهذا اللي صاير. وأنا دايما بقول لك الذوق العام انحدر جدا، بما أنه انحدر الذوق العام فنحن حتى الماركتينج لما بنعمل ماركتينج لشيء بنعمله بطريقة كتير بشعة وبتوجع كتير، لا، بس لو العالم على حساب انها تنشتم وفاء، يعني اليوم وفاء انشتمت، اليوم وفاء ما صارت بهمنا تعمل ما بهمنا ايه. الترند شو هو عبد الله. الترند يا أما أنت عم بتسب يا اما انت عم بيعلوا فيك لفوق للاخر، وانت وانت فدائما الترند يا اما بتطلع يا اما بتنزل، هيدا هو الترند. ونحن وهن العالم قبلانين بالحالتين، قبلانين ما بقولوا لا. طيب اليوم انا دوري وانت دورك ونحن يا كصحفيين، نحن يا اذا تداولنا المادة، نحن ساهمنا بايصال المادة، ساهمنا بتكريس للترند اللي هي سعيت له، لا انا ضوينا على هيدي المادة. انا واذا تجاهلنا هي مادة ترند، وما فيك ما تتجاهلي انها اخذ النمبر 1 ترند. لا ونحن انت شغلنا ايه؟ هلا تفضلي. انت رح تستخدم المادة كإعلامي وما رح تستخدمها كمؤثر متسلق، انا هيك حسميه. المؤثر المتسلق رح ياخذها على اساس يروج افكاره المريضه والافكار اللي عندها مشاكل كتير والافكار السلبيه ليروجها للعالم. الناس الاعلاميين رح ياخذوا الماده هيدي ورح يحاولوا يطلعوا فيها يفندوها مظبوط ويشوفوا شو هي بالضبط، هل هي نوع من الماركتينج المبطن يلي عم بيحاولوا يسوقوا شيء معين بطريقة قبيحة جدا وبشعة، هل هي فعلا نوع من الاستفزاز لهيدي المرأة المسكينة يلي فعلا هي بحاجة لحدا يوقف معها ويساندها، أو هل هو نداء للعالم كله كيف العالم اللي ما عندها مادة بإيدها كيف عم تتعامل من الأشخاص اللي عندهم مصاري أو شوي مصاري؟ هل هو وفاء عم بتحاول تلفت أنظارنا لهالشخصيات اللي عم تتعب بالحياة وعم بتقول في ناس كتير تعبانة وعم تتعامل بطريقة سيئة جدا؟ يمكن وفاء عندها رسالة، رسالة اجتماعية نبيلة جدا وما تكون بالشكل السيء اللي نحن عم نشوفه. يعني هي اعتمدت على إثارة الصدمة لدى المشاهدين وبتطلع بفيديو تاني بتقول أنا قصدت اللي عملته لفرجيكم إنه ممكن كيف ناس ممكن عم بيعانوا، إيه. بس هاي يا فرضية يعني ضعيفة في نظري، منا كتير ليك انت كإعلامي عم تاخد مادة قدامك بصالحه البيت. بدك تاخد هيدي المادة وبدك تستعملها لحتى تفيد المجتمع. هون انت عم تلقي الضوء على الماركتينج المبطنة يلي نحن لازم ندير بالنا منها، انه في ناس متسلقين عم بحاولوا يوصلوا للترند ليسوقوا اشياء معينة، وبنفس الوقت بس ممكن انه هي هيدي المرأة تكون عم بتسلط الضوء على المرأة هيدي المسكينة يلي متعذبة بحياتها وما عم بتلاقي لقمة عيشها، وحتى لما عم توصل للقمة عيشها عم توصل بتعب وشقى وذل كمان. فأنا بس لو أنا كنت بطريقة يعني ليما، بطريقة يعني نوعا ما كانت مستفزة جدا، ايه بس يعني بالضبط طريقة اللي شبعت فيها المصاري، قلت لها خدي يعني بتعالي رسالة وبرأي. رسالة رسالة رسالة، سواء وفاء كانت متعمدة عاملة شيء عن عمد أو لا، هي بالحالتين لازم نشوف الموضوع إنه هيدي الفئة يا أما عم تتعامل بطريقة سيئة جدا يا أما هيدي الفئة فعلا هي محتاجة
سند ونوقف معه ونساعده، عرفت؟ فبكل الأحوال إنه لازم ندرس الموضوع مظبوط. هلأ أنا لو كنت بلبنان أنا رح انتقل لعند هيدي المرأة. أول شي رح أعمل معها مقابلة، رح أعرف مين هي، وين ساكنة، أهلا دكتور كيف، محمد. أهلا، شو وضعها الاجتماعي، شو حياتها، كيف حياتها، شو الأشياء اللي كيف عم بتعيش، شو هي حالتها المادية، حالتها كل، يعني بدي أدرس، بدي أعمل فعلا تحليل عن حياتها لأفهم مظبوط بجوز هيدي المرأة فعلا بحاجة لمساعدة. ووفاء هي كانت الصوت العالي يلي عم بقول للعالم في ناس محتاجة وعم تتعامل بطريقة طيب سيئة. ليما، هيدي الحادثة بتعيدنا لحادثة سابقة صارت مع دكتور فود لما راح عند صاحب عربي. أنا ناسي تفاصيل هيدي القصة، لأن بتعرفي نحن ما بنتابع الشخصيات، يعني نحن بنتابع، يعني ما بعرف الذوق العام للأسف كيف صاير، لكن بتذكر مشهد إنه كمان أهان شخص صاحب عربي بطرابلس. وقتها ما كان تمثيل، كانت إهانة فعلية لإله، نعم وانقلب الرأي العام ضد دكتور فود. واليوم كأنه شايفين هيدي وفاء، اللي اسمها وفاء، عم بتحاول تقلد، يعني بما انه هي كمان فود بلوجر، عم تحاول بركي تستنسخ طريقة اللي انشهر فيها دكتور فود لتمشي بهذا الطريق اللي نعم هي تحقق من خلاله الشهرة والمشاهدات. وهيدي الشهرة السلبية اجمالا اللي حكينا فيها، منا شهرة ايجابية ابدا. ايه، انا مثل ما قلت لك قبل انه العقل العربي دائما بيروح للماضي وبيروح لاحداث صارت بالماضي، بياخد بينسخها وبيحاول بيطبقها لانه هي اسهل لإله. انا شفت مثلا دكتور فود استخدم هيدي الطريقة السيئة وقدر يعمل شهرة وقدر يعمل تراند وقدر وقدر. انا من خلال هيدي الفكرة اللي هو عملها ونجحت معه، انا بعقلي اللي بيستنسخ كل شيء يلي ما عنده إبداع راح أعمل هيدي رح الطريقة. تعمل ذات الطريق. نعم إيه، بس أنا أنا بدي خليني أحكي أحاول لك. أطلع المشهد أنت وعم تحكي، يمكن يلا، في ناس ما عرفوا عن شو عم نحكي. إيه كملي ليما. فأنا راح آخذ الوضع إنه وفاء كانوا عم تصرخ وبتقول للعالم في ناس عم تتعرض للإهانة وفي ناس تعبانة بحياتها وهن بحاجة لمساندة. أنا عم بحاول أطلع الفيديو هلأ لنعرضه قدام الناس. بركي ممكن هون بكون بين الفيديو، خلينا نشوفه سوا. عم بيتمسخروا هون، يعني عاملين مقطع ساخر. بدي أحاول أطلع المقطع كامل بدون سخرية. ما حاطين إلا انت ما هالمقطع. بتاكل. أوكي بنعرضه لو كان شوي ساخر. إيه اوكي ماشي، خليني أعرضه انت ما لكم. بتاكل. عم بيقلدوها. واليوم حلقتنا العاشرة عن ديامي بينونة، ما بدي أقرب، كانت مدفوسة، حصور على بعيد اليوم. شارع يزبي بشير جنبلاط، مشوا معي لناكل فيه. يعطيك العافية، يعطيك التمام، كيف عاملين الشركة كبير. حبيبتي لما بتحكي هيش هيدا الشرطة بتمثل شيء هون كرمال الدبان، كرمال الموتوسيكلات، ولو يعني بس خد سيفتي كرمال النظافة، بدي حقهم الصحة. طب ما تشيلي الصحة مشكلة على بالي معروف. لا لا حبيبتي بدي اكله هون بليز. انا ما بدي حامل على نص شوية استوى بعد مثلا تكون انا شوية الفول على النار بعد مش كثير مشكلة. خليني اشوف الترند. انت ما بتاكل. قلت اخر شيء ما بيتاكل، وشبقت المصاري بوجهها وفلت. هيدا المشهد يعني، واللي صار ترند تقريبا بلبنان. طيب هلا مثل ما قلت لك انا ما شفت المشهد، هلا تفاجأت وانت ورجيتني المشهد شفته. انا حسب ما بشوف بشوفها سوري، يعني مع احترامي للجميع، وقاحة وقلة ادب
وبلاش لا. يعني إذا كانت فعلا مثل ما أنا فكرت إن هي صرخة، ما راح تكون بهالبشاعة هي. مية لو بالمية أنا كنت محلك يا وفاء ما راح أتصرف هيك، وإذا كان عندي صرخة بدي أصرخها راح أصرخها بطريقة أدب وأخلاق، مش بهالطريقة المقززة والبشعة والمقرفة جدا. مية فأنا بالمية راح أسحب كلامي وراح أقول بما إني ما شفت المشهد وصفته هلا، راح أقول يا عيب الشوم عليك يا وفاء. حتى لو كانت بدك تبعتي رسالة مش هيك بنبعتها، قد ما مش كانت. عبر إهانة الأشخاص المكافحين والمناضلين اللي عم لا بيجربوا رغم الأزمات الاقتصادية لا الصعبة، إنه لا هذه امرأة أكيد عندها أسرة وعم بتجرب قد ما فهمت نعم تطعم ولادها، تأمن نعم مصروف بيتها، نعم فما قبلت تعمل أي سلوك غير أخلاقي، نعم قررت تعمل عربي وتسترزق منها. يعني أنا نعم بعتبرها بقمة صحيح الكفاح هذا نعم التصرف. فطريقة الإهانة، حتى لو أنت شايف الأكل منه نظيف، حتى لو كان عندك ملاحظات على أشياء معينة، ما بتوصليها قدام الكاميرا. يعني هي كمان قطعت رزقة هذه المرأة. يمكن في ناس بيصيروا يعتقدوا إنه هيدي العربي منه نظيفة، أكل هيدي المرأة مش منيح أو منه مستوي، أو طب يعني أنا بشوف عملت شيء رح مؤسف. يعني أسألك سؤال، أنا شو يعني ترند عبد الله؟ شو يعني ترند؟ كل العالم عم يتداولوا هالمادة، هل ترند يعني شيء منيح وبفيد؟ احيانا بس بعالمنا العربي غالبا بيكون سيء للترند. مين بفيد بيفيد عاد؟ صاحب الفعل طبعا، لانه بيكون عامل ليش شهرته. ليش بفيده؟ ليش؟ لانه بالنسبه له بتفكيره الخاص، انه هو كان بده يصير متداول وبده يجيب متابعين وبده يجيب مشاهدات وحقق هيدا الهدف. هلا لو حقق هيدا الهدف بالشتيمه بانه الناس نظروا له بطريقه ما فيها تقدير ما فيها احترام، ما بتفرقوا معه. يعني هو شو هي بالنسبة له وشو ايش؟ هي الأمور اللي عادة بتصير ترند وبتاخد ترند كتير عالي؟ بالغير المعتادة، أغلب غير إيه، المعتادة ايه؟ وبتكون الأمور اللي ما بيقبلها العقل الإنساني، ما بيكون فيها أخلاق، ما بيكون فيها. لاحظ كل الأمور الترند بتكون عادة لا صحيح. أخلاق لا أدب، ما فيها ذوق، ما فيها شيء. بتاخد ترند، ليش أخذت ترند؟ لأنه خارج الأخلاق، خارج كل شيء حلو بيملكه أو عنده إياه الإنسان، نعم مش هيك أخذت ترند. نعم أما الأشياء الحلوة نادر جدا بتلاقيها ترند. طيب، يعني الناس ساهموا انها تصير الترند. انا اللي ما عم بقدر استوعبه انه مبدع لبناني، مخترع لبناني، شخص قدم فائدة للمجتمع، انه هيدا ما بتصنعوا منه حالة الترند. هيدا يمكن انكتب عنه خبر بيشوفه 5 اشخاص، انعمل عنه فيديو بيشوفه 10 اشخاص. امرأة أساءت إلى امرأة أخرى وعملت فعل غير مقبول، صارت عم بيتداولوها الآلاف، وصار في عندها آلاف من المتابعين اللي انضافوا لرصيدها. طيب اليوم في مشكلة حتى بالرأي العام، ما عم بيعرف يتصرف لما بده يهاجم. طيب أنا إذا بدي أهاجم هالحالة، ليه ما بتجاهلها؟ أنا رح أقول لك، ما شوف، بتفاعل معها لا وبخليها هيدي شوف، الحالة تموت أو أنا تندثر مع رح الوقت. أقول لك، نحن لو عنا إعلام صح ما رح يوصل الترند، رح يوصل بأي حال من الأحوال. بس أنت لو عندك إعلام صح بيتعامل مع المادة اللي عم تنطرح كترند بطريقة ذكية جدا، نعم وعم يستغل المادة لصالح المجتمع، عم بقلب الشيء سلب من سلبي إلى إيجابي. مثل مثلا الترند اللي صار وقت الشامي لما أخذ كلمته لباميلا بعمل الكيك. بطريقة، باميلا الكيك أخذها إنه المرأة هي أمك، أو لما لا، قالت شو يعني مرأة، الكلمة شو يعني أمك؟ إيه أمك ولا. صحيح. فالكلمة نفسها هيدي أنا ما أخذتها سلبية مثل ما كتير عالم أخذوها سلبية، أخذتها إيجابية. وأنا مثلا كإعلامي رح أخذ الكلمة هيدي وحاول ظبطها وحاول أعرضها للمجتمع بطريقة إيجابية. أفضل. إيه مثلا وفاء، واللي عملته وفاء، انا شو راح اعرض هون؟ انا كاعلاميه راح اروح مثل ما قلت لك لعند المراه هيدي اللي عم بتبيع، وقبل ما اروح راح احكي عن الاشخاص اللي هن عم بكافحوا، ووحده منهم هاي المراه اللي عندها العربيه. شو عم تعمل على العربيه؟ شو عم بتبيع؟ مين عم يشتري منها؟ كلياتنا لازم نوقف معها، نساعدها،
منروح لعند المرأة نفسها، منحاول نفهم منها الموضوع، منحاول نصحح المعلومات المغلوطة اللي موجودة، بعدين منحاول نحنا انه نروح على اكاونت وفاء، نطلع كل شيء عن وفاء، نشوف مين هي وفاء، شو اللي عم تعمله، ليش عم بتضرها لهيدي المرأة بهيدي الطريقة. من اكاونت رح نفهم كتير اشياء، هل هي انسانة بتروج لنفسها بطريقة بشعة كتير، بتنزل الاخرين لتطلع هي، نفهم الموضوع اكتر. اما الناس المتسلقين اللي رح يلقطوا هيدا الموضوع ويبلشوا يتداولوه على ترند كترند وكترويج لنفسه كمان، هيدا أنا بقول خطأ كبير، خطأ طيب كبير. نحن حنكمل تداول وحنلاقي إذا بدك الصيغة الأنسب، الصيغة الأنسب، لأنه كنا عم نفكر نعمل حلقة جديدة من برنامج قالوا ليما بعد قليل. هلأ كنت عم فكر بركي بناخد هيدا التسجيل ومنحطه على اليوتيوب، لأنه كتير مهم الحكي اللي قلتيه، وأنا على إيمان أنه اللي بينقال أول مرة بدك ترجع تعيديه، ما بينقال بجمال أول مرة، يعني حتى لو درستيه للكلام مرة تانية ما بيطلع مثل أول كل ما مرة. كان تلقائي، ايه مظبوط، ما بتقدر تعيده. طيب أنا حانتقل معك للشامي بما أنك ذكرتي موضوع الشامي. طيب شخص عامل حالة جماهيرية غير مسبوقة، تمام، ونحن حكينا عن بعض التصرفات اللي انتقدناها بشكل واضح، لما حط حذائه بوجه المتابعين، نعم لما أساء، أنا بالنسبة إلي أساء، بس خلينا نقول لما استخدم تصريح للممثلة اللبنانية باميلا الكيك، وصار من وراء هيدا التصريح صار في حالة الترند. هلا اليوم إذا الشامي بيفتح لايف، هلا نحن في عنا 11 شخص، كانوا 20 صاروا 11 صاروا 25، يمكن أول مرة طبيعي يكون هيك العدد، لكن الشامي بس يفتح بيكون في عنده 20,000، 25,000، 30,000 عم بيحضروه بذات الثانية. يعني شخص عنده رصيد، شخص عنده قبول عالي من الناس، شخص عنده اختيارات في فئات كبيرة من المراهقين والفئات الشابة عم تتابعه. في وجهات نظر كانت عم توصلنا ليما بالآونة الأخيرة أنه أنتم بدل ما تنتقدوه بشراسة، تنتقدوا هيدي التصرفات، ليه ما بتجربوا تدعموا؟ ليه ما بتجربوا توقفوا حده؟ لوقت ما هو يوعى ولوقت ما هو يفهم الأجواء النجومية اللي إجت لحياته فجأة، يعني فجأة تعرف عليها، ليتوازن أكتر. يعني هو هن برأيهم إنه نحن هلأ لازم نكون داعمين للشامي لوقت ما هو يتوازن بقراراته وسلوكه، لأنه برأيهم انتقادنا له حيزيده بسلوكه الغير مقبول، يعني حيمشي فيه أكتر. صحيح، كلامهم 100%، أنا بوافقهم الرأي، بس نحن نقدناه بطريقة بناءة، نحن ما كسرناه وقلنا هو مش منيح، بالعكس لا، هني هو أخذوا كلمة قلة تربية منك، لا، يعني هني اللي كلمة تربية مش لإله، اللي إيه. تربية للأكشن، للحدث، مش لإله، مع احترامي الشديد لإله، الحدث نفسه، الحدث هو طريقة الشيء اللي صار، يعتبر يصنف كقلة تربية. أنا لما بعلي إجري بوش حدا يصنف كقلة تربية، مش أنا قليل التربية، الحدث نفسه اللي أنا شفته هيدا الشيء مش مقبول. وخاصة مجتمعاتنا، نحن منصنف الأمور، مية يعني بالمية نحن عنا هالأشياء هيدي تصنف كقلة أدب، قليل تربية، ما في أخلاق، ليش تصرفت هيك. فنحن نقدنا، شو يعني نقدنا؟ نقدنا يعني في بعض التصرفات يلي نحن بدنا الشباب يتعلموها بطريقة صح. مشان هيك أنا أخذت تصريح باميلا الكيك اللي صار يتداولوا انه هيدا شيء ايجابي ورح يستفيدوا منه العالم، ما شفته انا انه سلبي ابدا. انا ما شفت الصوره قبل ما احكي، على فكره عبد الله، انا شفت الصوره بالحلقة. بعد ما بالحلقه لما كان حاطط اجره بطريقه مش حلوه، فما فيها شيء، يعني نحن كمشاهدين وكجمهور عربي بقول للشامي نحن ما بنقبل هيدي القعده، انت منك جاستن بيبر وغيرهم يلي هن بيقعدوا بحطوا اجريهم بوش العالم، عادي، هيدي جزء من ثقافتهم، هن من هن وصغار لكبروا هاي ثقافتهم، نحن ما عنا اياها بثقافتنا. ونحن اذا بدنا ناخذ ونستورد ثقافات جديده، بدنا ناخذ ثقافات نفيد المجتمع، مية مش بالمية ثقافات مدمره.
ثقافات ما إلى معنى. استفيد من العلم، من المعرفة، من الأمور يلي أنت رح تعمل شخصيتك أقوى، عقلك أقوى. لما أنت عم تطرح الأشياء للجيل الجديد عم ياخدوها منك وبيستفيدوا، بما أنك أنت عم مثل موديل أو شيء مثال لإلهم، فخذ الأشياء الحلوة وأعطيهم طيب إياها. أنا بقول ليما، لما الشامي بيطلع بيقول انه هلا عم حاول استذكر تصريح لإله، طلع قال انه انا عملت بصمة فنية وانا بصمتي لن تمحى بسهولة ولن تنسى بسهولة. طيب في ناس انتقدوا هيدا الموضوع، هلا عم توصل تعليقات ما بعرف، في ناس انتقدوا هيدا الموضوع قالوا انه في فنانين كبار لهم 20 و30 سنة بيرفضوا لهلا يقولوا انه نحن عملنا بصمة. انا بتذكر كارس بشار الممثلة السورية المتميزة طبعا، كانت ترفض الطلق اعلاميا من سنين رغم انه عملت اسم بالدراما السورية والعربية. كان كل ما تسأل ليه ما بدك تطلع تقول انا بعدني ما صار عندي ارشيف او رصيد فني بخولني اني اطلع بلقاء واحكي عنه. صارت تطلع باخر يمكن 4 سنين 5 سنين بلقاءات، يعني من بعد بقى مسيرة 30 سنة تمثيل. لما هو له 3 سنين عم بيطلع يقول انا عملت بصمة، انا عملت اسم، انا الشيء اللي عملته ما حدا عمله من قبل، أنا هيدا أقول سوء. لك هذا شو الفرق؟ الفرق هو النضج العقلي، كيف الإنسان بفكر. كل ما بتكون ناضج وعندك بتعرف شو عم تعمل وواثق من حالك ومتصالح مع نفسك، ما راح تحتاج دائما تذكر اللي قدامك إنه أنا عندي بصمة، أنا عندي هيك، أنا عندي، ما ضروري. خلص أنت متصالح مع نفسك، عندك ثقة بحالك، عندك نضج وعارف، فما ضروري تحكي. العلماء ما بيحكوا عن نفسهم، الناس الكبار ما بتحكي عن نفسها. مين اللي بيحكي عن نفسه؟ اللي ما عنده ثقة بحاله، دائما بده يظهر حاله، بده يحكي عن نفسه، بده يكبر حاله. ما تكبر حالك، انت كبير اساسا، ما تكبر حالك. خلص عملك هو اللي بيعطيك بكبر. هالقبول وهالحجم صح. وهالقيمة. ما تحكوا عن حالكم، أعمالكم اللي بتحكي عنكم. وكل ما الإنسان بيحكي عن حاله بتقل قيمته. بتعرفي كيف قعد ليما، سارة حبيبتي ايه سارة؟ سارة، هو قعد بطريقة إنه كان متصور وكان حاطط الحذاء أو الشوز أو الصباط حذاء بوش الحذاء بوش العالم بطريقة مش حلوة، فكتير عالم زعلوا من القعدة اللي فعلا. قعدها. اوكي، هو شاب امور ومحترم جدا وقدامه مستقبل حلو، بس يعني انه خلينا نحترم بعض. يعني ما بفتكر اذا انا كنت قاعدة وحطيت يعني حذائي او سوري شوزي بوشه، عيب. بفتكر عيب انه عم بقلل من قيمته. هيدي جزء من ثقافتنا. ما بقدر انا اتنكر، ما بقدر كذب واقول انا لا انا عادي بحط اجري بوش العالم. نحن هيدي نحن متعلمينها من نحن وصغار. ما طيب بعرف هيدي. ليما، انا يعني بما انه هو فنان سوري انطلق بالسنوات الاخيره، كمان حكى معلومه قال فيها انه انا الفنان السوري الوحيد اللي قدرت احظى بالنجاح والانتشار من بعد الحرب السوريه، يعني خلال فتره الحرب. انا حقيقه شفت هذا التصريح غير لائق، لانه خلال فتره الحرب ظهر نصيف زيتون، يعني هو نجاح نصيف زيتون حقيقة بعد فوزه بلقب ستار أكاديمي سنة 2010 قبل الحرب السورية بسنة تقريبا. رجع من بعد الحرب السورية بسنتين بلش ينطلق بأعماله وحقق الشهرة. يعني نصيف زيتون نجح بزمن الحرب السورية بس ولا مرة طلع قال أنا عملت بصمة. نصيف زيتون عنده تصالح شديد مع نفسه، عنده ثقة بنفسه. ما بهمه، بتعرف شو بهمه؟ بهمه شغله. وأنا رح أعطي نصيحة للجميع، لكل العالم اللي بالوسط الفني اللي عم توصلوا للمسج تبعي، إنه دائما وبعيد وتكرر خدوا المهنة تبعتكم الفن كمهنة،
مش كشيء شخصي، انا بدي ورجي حالي، انا بدي اطلع. لا، خلوها هيدي كيف نصيف زيتون. يمكن نصيف زيتون هو مثال حي للجميع. عندك وائل كفوري كمان، ما بيحكي كثير عن حاله، ما لا، بيبكي وائل حاله جدا ابدا. يعني داون تو ايرث، متخصص داون تو ايرث فعلا، بيرسون، يعني كثير متواضع. كثير، كل ما كنت متواضع، ملحم كمان، ليك في مثل في فرنسي أسماء بيقول، طبعا. في مثل فرنسي بيقول لا سامبليسيتي في لا بوتي. شو يعني؟ يعني كل ما كنت سيمبل، كل كل ما ما كنت بيطلع بقى جمالك اكثر. شو هي السامبليسيتي؟ هي بالتصرف، هي بالشكل، هي باللبس، بكل شيء. كل ما الانسان كان سيمبل، كل ما الاخرين بيشوفوه كبير وحلو، نعم. وكل ما كان بكبر حاله بيعمل بيشوفوه صغير. ليما، أنا بدي أسأل المتابعين إذا عندهم سؤال. هلا باميلا فاتت، باميلا بس مش الكيك، باميلا اللي هي فان لباميلا، فاتت جمهور باميلا، أهلا وسهلا فيكم. أي حدا حابب بيطرح أي سؤال لإلنا للزميلة ليما الملا، طبعا هي متاحة لترد على كل الأسئلة، بما إنه تقريبا حكينا بأهم المواضيع اللي لازم نحكي فيها اليوم، ونحن بنوعد الناس انه حنكون بشكل دائم عم نطلع لايفات. بس انا بدي اشوف الناس اذا عندها تعليق، يعني اذا في ممكن اي سؤال حابين تطرحوه علينا حول شغلنا، حول ادائنا، حول اي ملاحظة ممكن بدكم توجهوها لالنا. لفتني تعليق امبارح ليما، يلا نحن يعني يلا الفيديوهات اللي فيها جدل، اللي فيها جنون بننقلها. خليني اقول لك سر، يعني يلا انا يمكن اكثر من، يعني اكثر حدا مجنون فيكم بموضوع الفيديوز. بجيب لك انا بجيب فيديو بحطه بوجه ليما، قلت لي يا عبد الله انه ليه هيدا الفيديو؟ بقول له حيعمل شيء. مره انت عملت فيديو مجنون، قلت لي اعمل هيدا الفكره وشوف كيف حيكسر، قلت لك حيقوم الدنيا، حيقوم العالم كله عليك. شكرا يا سمر، شكرا. شكرا سمر، شكرا. امبارح تعليق وصلنا ليما انه ليه انتو كل فيديوهات زين كرزون بتنزلوها عندكم؟ طيب اذا البنت يعني عندها فيديو، كل فيديو بتنزله فيه جدل اكثر من اللي قبله، شو بنعمل احنا؟ احنا لازم ننزله عدة مرات، عملنا امور صح وجننا العالم، صار صحيح. يسبوا. بتتذكري وقت ايه، القضية الفلسطينية انه لابسة شيء احمر؟ انا بتذكر، انا اللي عملته وما صح. ضل حدا ما سبني. عم ايوه نحكي عن مواضيع مختلفة، في حدا عم يسأل عن شو الموضوع، حكينا عن عدة مواضيع ايه طبعا. سارة نحن بنحبه للشامي، نحن على فكرة نحن كتير. ايه، بجنن بجنن الشامي، ما في احلى منه، نحن بالعكس الانتقاد جميل. الايجابي، يعني نحن اوقات بننتقد انفسنا يعني للتطوير. ايه، فليه زين كرزون عندها شيء هيك اذا بننزل لها الفيديو بيعمل ضجة؟ يعني هل السر فيها او السر كيف نحن بنقدم المادة او شو؟ أشوف، أول شيء هي عندها أسلوب، طريقة بيستفز العالم، ما بعرف طريقتها بأسلوبها، عندها هي طريقة، في كل واحد عنده أسلوب معين ليشد العالم. هي أسلوبها بحرقص، عرفت؟ فلما هي بتطلع بتقهرهم، بتحرقصهم. فنحن دايما بناخد المادة ومنحاول نعمل فيها أشياء وننزلها ونشوف شو ردة فعل بدك العالم. تضحكي، اخر فيديو نزلناه كان في عنده صديق قاعد حدا، فما بقى عم بيحكي بالاردني، هلا ما بعرف كيف كان عم بيقول، بس انه انا كل ما اطلع بقالب الحلويات اللي قدامي بتذكر زين كرزون، وانا ما شفت امرأة اجمل من زين كرزون من كل النساء. فانا اول ما شفت الفيديو قلت اذا بنزله هلا وبسأل العالم هل فعلا زين كرزون بتذكركم بالحلويات او هي فعلا اجمل امرأة في الاردن، هي فعليا فيهم الفيديو شيء، ليما عمل ضجة كبيرة، مظبوط. والتعليقات كانت بالمئات، ما رح اقول بالالاف، اكيد حول اكيد، هيدا هي الفيديو. السر فيها. ايه مظبوط، هي السر فيها من جواتها، مظبوط. هي فيها كاريزما، هي عندها شيء كاريزماتيك، صحيح، فمشان هيك بتجذب الانتباه. وعندها طريقة بتحرقص العالم، لاحظتها؟ يعني بتعرف انه هالشيء
رح يستفز العالم، بتقوم هي بتعمله زيادة. صح. فعندها طريقة، هي هيك، هي طريقتها هيك. ايه بتضايقك الك هيدي الطريقة؟ يعني نحكي لا هلا. أنا بلاقي دمها خفيف، بتضحكني، كيوت. اوه كتير كيوت بلاقيها أنا. بتعرفي حتى الناس اللي ممكن يشتموها او يكتبوا تعليقات انه حرام. نحن ما بنقبلها، لا لا انتبهي انتبهي بقول لك شغلة، هودي الناس اللي بيشتموها هن اول ناس بينطروا كل فيديو جديد بتنزل. ايه طيب مظبوط، انا هون ايه السؤال، معك، اذا انت بتكره الشخصيه ليه بتنطر لشو اللي بتنزله؟ لشو، ايه ايه صح. هيدا هو، هل هيدا حب غير مباشر او شو بتسميه انت؟ هيدا حشريه او فضول، لا فضول؟ فضول، فضول فضول، بحبوا يتابعوها مجرد انه يعرفوا شو عملت، شو سويت، شو لبست، كيف قدمت، شو، مجرد فضول. وهيدي، هيدا اللي عم بقول، هيدا الاسلوب اللي هي عم تتبعه، انه على انا فكرة بكل هي فيديو، كاركتر ليما غير كاركتر ديانا. هي بقدر سميها فينومين، فينومين يعني شيء خارج المألوف، ظاهر. يعني ما بتلاقي، ما بتصادفه بكل مكان، وما بتصادفه مع أي شخص، غير معتاد. وهيدي بالعكس، هي وحدة من الشخصيات اللي هي رسمت بصمتها وما بتقلد حدا. اتس مي، هاي وهيدي أنا، حقيقة، وهي هاي حقيقة. طريقتي، وأنا هيك. فعلى أساسها عندها ناجحة، هي عملت، هي بس انه رسمت. طلعي مثلا بديانا اختها، ديانا كتير بعيدة عن السوشيال ميديا إلى حد ما هي ما، ما شخصيتها بتعرض مختلفة. يومياتها، مهتمة بفنها، مهتمة بزوجها، مهتمة بولادها، كتير شخصية ديانا غير شخصية زين، يعني ايه هي في كونتراديكشن كتير قوي بين الشخصيتين. يعني ايه أنا ضد التعليق صحيح. السلبي على أي شخص، يعني حتى لا إيه عم كثير بتقول برا. صحيح، برافو، برا صحيح. ما حلو التعليق لما واحد بيحطم التاني عيب، بس بتقولي مثلا الأمور اللي صايرة غلط، بتقولي تصرف مش حلو، بتقولي ما بصير. كمان لما الأشياء غلط بدنا نصححها، يعني حتى أنا عندي غلط بيقولولي هيدا طبعا غلط، ما بصير، ما كلنا فيه. عنا أخطاء. صح الإنسان ما بيشوف شو أخطائه، ما بيشوف. انا عندي قلت لك اياها مره، لما كنت بدرس في فرنسا كان عندنا الحصه يلي بنقدم فيها مثل اكسبوزي، بيصورونا. بعد هيك بناخذ الفيلم اللي تصور وبنعمل له اناليز، ولما بنشوف بقول معقولة أنا تصرفت هيك؟ معقولة أنا عملت هالحركات؟ ففي بعض الأحيان بنتصرف باللاوعي تصرفات مرات خاطئة أو عيب وطريقة غلط. إذا أنا حدا نبهني رح أنتبه لمرتي الجاي. يعني النقد مش ضروري يكون تحطيم، لا بس مجرد إنه لازم تكون واعي أنت في شيء غلط قلت فيها نعم شيء. طبعا. براء عم ترجع تكتب تعليق تاني، عم تقول مو انتقاد انتقامي جارح لأنه في تعليقات حرفيا موجعة. ايه 100% اللي حكيته ليما هلا. طيب إذا حدا حابب يسألنا سؤال، أي شيء فني، أي شيء مرحبا خاصه فينا نحن، مصطفى، هاي مصطفى، أي شيء خاصه فينا نحن جاهزين، هاي. جاهزين للرد. ما بعرف شو رأيكم؟ مرحبا ليلى الكعكة، ليلى الكعك. ليلى الكعكة معنا، ماما، ما ماما ليلى هي ما العرابة ليلى تبع، العرابة تبع المشروع، طبعا. يعني العرابة المنصة. بتحب كوليس كتير، هلا كوليس بتطلع معنا المرة الجاية، إن شاء الله، فبنطلعها حدنا هيك، حدنا هيك تطلع إن فجأة. شاء الله. مرحبتين ومرحبتين، وين نهدى بك. انت اللي منورة. أيوة فأي سؤال حابين تسألونا إياه كمان نحن جاهزين قبل ما نسكر اللايف. ما بعرف شو حابين تسألونا، بركي بنترك هيدا الوقت للجمهور. في عندك سؤال مسيو مصطفى؟ أحسن عالم. شكرا ميرسي والله، شكرا ميرسي، شرف لإلنا هيدا. شكرا براء، شكرا. بتجننوا Thank you. وطريقتكم كتير لطيفة أنت بالتعليق. بتجنن حبيبتي، شكرا. مصطفى عم بيقول أحلى لايف، شكرا أزين مصطفى، والله، شكرا، شكرا. ميرسي مصطفى، تي فريمون تري جونتي، ميرسي. كل اللي
اللي انضموا لإلنا، لأنه كان في ناس عم بفوتوا ويطلعوا على اللايف، فنحن بنوجه لهم تحياتنا، لأنه في أعداد يعني هن ما كانوا 20، كان عم بيطلع ناس ويفوت ناس، فتحياتنا لإلكم. ما بعرف إذا حابين تسألوا أي سؤال، عندك سؤال مسيو مصطفى سي تبلي؟ أي سؤال حابين تسألونا إياه، نحن جاهزين كلنا. ريم أهلا وسهلا فيكي، نورتينا بصراحة. الولد بيستفيد من الجميع، حتى التعليقات راقية، صح؟ يلا المرة الجاية ماما ليلى بتكون هيك منقسمة إن 3 شاء الله. سكيل. أكيد. يبدو ما في ما في أسئلة. أسئلة خلاص. أنا بدي أشكرك ليما على هيدا اللايف، شكرا كثير لإلك، أهلين. وشكرا لكل الناس اللي تابعونا، ونحن وعدنا لإلكم إنه حنستمر على صفحاتنا أكثر تيك توك، ما رح نكذب عليكم، حنكون مركزين بالمرحلة المقبلة على التيك توك، بس بين فترة وفترة حنكون انستغرام، حنكون سبيس اللي عنده اكس يعني حساب على اكس، وان شاء الله دائما بنقدم يعني الجديد والهيك اللي فيه دائما المحتوى القيم، المحتوى المختلف اللي عندنا نحن كمنصة وعند كل المتابعين. نبي يتكرر ليف لايف ان لا شاء الله. نبي 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 شفيك نبي شفيك. عفوا عم بقول نبي، ما نبي شو جاب نبي النبي نبي هلا؟ نبي لا نبي يعني يعني الريد، بدنا بدنا يعني بدنا الريد بدنا الريد. ولا اوكي، كل التوفيق. شكرا براء، شكرا شكرا على برا. دعمك، Thank you. شكرا ليما، ويلا عفوا. الى اللقاء، أهلا مع يلا السلامة. باي باي. باي. كوليس ما بعد المشهد.